في صباح باكر رحنا نتجول في قرية ديربات التي ترتفع آلاف الأقدام فوق سطح البحر. في ديربات تبقى المياه في الأعماق عصية المنال، المضخات التي لا تراوح مكانها تزرع بمقودها الهواء جيئة وذهابا. النسوة والصبية منذ الصباح يلتفون حول بئر المياه رغم التلال المغطاة بالغابات والقرى القائمة على مقربة من مدارج التلال حيث سويت لزراعة الذرة. بالرغم من الإحساس المهيمن بعوز المياه، يستمتع الصبية بحركة الرافعة لضخها. أرجوحة تعمل جاهدة لتحمل الماء على الخرج من جوف الأرض. الصغيرة ذات النشاط المرح، كأنها في حركة ضخها تسعى لتطير في الهواء في حين ترمقها العيون في انتظار دورها. بابل المعلقة، قرية ديربات. البيوت وأكشاك البيع مرتفعة على حافة تل كشرفة ممتدة، يمر الطريق الجبلي أمام أبواب المنازل والمحال التجارية. في ممشى ضيق تزاحم الصبية لينزلوا من قمة التل. ظننا أن ساعات مرحهم الصباحية قد آذنت بالرحيل، إلا أننا تبينا أنهم في الحقيقة يهبطون من بيوتهم إلى سوق القرية. ديربات شوارع صغيرة ومماشي جبلية وبيوت قروية خفيفة تربض أعلى التل. بعض المحلات التجارية تشرف على ساحة السوق الصغيرة التي ازدحمت بالشاحنات القادمة من مدينة أم درمان. الشاحنات ليست لها مكان بعينه لتقصده في إصلاح أعطابها. الصيانة في هذه المناطق النائية تحتاج لكل صاحب رأي. الشاحنات تحمل مضخات الهواء خاصتها والكثير من أدوات الصيانة. لم نؤجل هذه الفرصة لننهمك في إصلاح إطارات سيارتنا.
تبدو طبيعة جبل مرة متناقضة مع صفات أهلها، فهم أشد الناس بساطة ويسكنون في أكثر المناطق وعورة. صافحتنا وجوه أهالي منطقة ديربات من قبيلة الفور بسمرتهم الداكنة، في حين يبدو أن قبعاتهم وجلابيبهم تشارك أسنانهم حين يبتسمون لونها الناصع البياض. البساطة تشع من وجوههم التي حاولت جاهدة أن تخفي صعوبة الحياة وجمودها الصخري وراء عبارات وبسمات الترحاب. الصعود المتكرر للجبال، الالتفافات والهوات الساحقة تأخذ الكثير من الوقت وأحياناً الكثير من الإحساس بالسكينة. سيارتنا تحاكي جوابهم وهي تسير متئدة. الأمر سيان أن تسير على أقدامك أو تمطط السيارة. بعد أن قطعنا مسافة ليست بالطويلة وصلت بنا السيارة إلى سد دربات. من فوق تل عال وقفنا نرقب عملية البناء، حركة دؤوب، العمل لا يهدأ. كتل من الصخور المتراكمة تحترض مجرى وادي دربات وتطوعه لإرادتها بعد أن كانت مياهه تذهب أدراج الريح لتجعل منها مخزونا ضخما من المياه المخزونة الجوفية لتسد النقص في المياه في أشهر الصيف. أفضى بنا الطريق الجبلي المتجه إلى قرية جاوة إلى أرض جبلية لنشهد نفيرا جماعيا. مجموعة من النساء يقمن بتحويل أحد سفوح التلال إلى مدرجات للزراعة. أصوات المعاول وهي تضرب الصخرة لتفتته وسط أصوات العناء. الأطفال على ظهور أمهاتهم وهن ينبشن الأرض في نهار غائظ. بدا الأمر وكأنه ضرب من الخيال. مع المحافر التي تتهاوى على الصخر لتظهر تربة ناعمة بين الصخور كفيلة بإنبات سيقان الذرة. مكثنا نصعد طرقا جبلية وعرة ونمر بقرى متفرقة ونخلف تحتنا وديانا سحيقة يلفها الضباب ونحن في طريقنا إلى قرية جاوة، حتى شعرنا بالرهبة ونحن نتجاوز ارتفاع 2000 قدم في حين بدت سلسلة الجبال لا نهاية لها. وجدنا الطريق الصخري يهبط بنا ليلتف حول تلال صغيرة
ينحدر مرات ويرتفع مرات أخرى. الجاوة التي ترتفع آلاف الأقدام فوق سطح البحر، مباني المدارس والإدارات الحكومية المبنية بالأسمنت بدت طائرة مألوفة وسط الصخور وأكواخ أهالي القرية. على الطريق من قرية جاوة إلى سوني، استرعى انتباهنا أحد الأودية. أشجار الفاكهة تحتل ضفتي الوادي، تشاركها أشجار الموز. مروج من الورود الحمراء تغطي جرفا من الوادي. أشجار النخيل قرست قامتها في منطقة لا يشمخ فيها شيء سوى الصخور لتكون مأوى جيدا للطيور. النساء القرويات ينتقلن في خفة وهن يحملن الماء على رؤوسهن، تنسجم ثيابهن الملونة مع الطبيعة. قمم غريبة التكوين تدور حولها أحاج وأساطير غامضة. إنها روح أفريقيا، السحر والغموض والأساطير. الطريق إلى أعلى أكثر وعورة. سكان المنطقة المتنقلون بدوابهم وعلى أرجلهم كلما صافحوا وجوهنا يحذروننا. طوال الفترة السابقة لم تصعد سيارة إلى سوني. الأمطار عملت على تآكل الطريق. مع الهويات السحيقة بدأ الأمر مخيفا. بدا واضحا مستقبل إرسال التلفزيون في طريقنا إلى قرية السوني. إنه ما زال محتفظا برأسه في أعلى قمم الجبل. حافظ دليلنا هو من أبناء المنطقة.
تقدم السيارة مترجلا وهو يراقبها وهي تصعد الطريق الجبلي المتآكل. بين الفينة والأخرى كانت السيارة تقف ليتم إزالة بعض الصخور التي تعترض الطريق. المواطنون استقبلونا بالبشاشة وقاموا بإهدائنا ثمار البرتقال الطازج. سوني دون غيرها من مدن الجبل تختبئ في بستان. من أعلى مدخل المدينة وقفنا ننظر إلى سوني الغارقة في بستان من أشجار الفاكهة. رسالة التلفاز